هو كاين تذمر في وسط العمال، يعني واسمه خلاص الحق المسلم العظام كما يقولوا. العمارة ما يطالبوا بإبقاء هذاك القانون تاع التقاعد بدون شرط السلم، رفض المشروع قانون العمل اللي هو جا باش يلغي كل المكتسبات اللي كانوا محقينها العمال، وراح يرجعنا للعبودية، تدهور تاع القدرة الشرائية، يعني زيادات تاع 200% 600% تاع المواد الأولية المستهلكة زادت 200 600%، والأجور ما بقات بسنة 2012 هي باقية هي العمال اللي ما مش تقاضوا الأجرة تاعهم. كاين فيها تململ، كاين فيها تذمر في اوساط العمال. درنا هذا الاجتماع باش نزيدوا مره اخرى نوصلوا الاشتغالات حيث النقابيه على مستوى المنطقه الصناعيه لاصحاب القرار. والاجتماع امبارح في بمثابه الصرخه الاخيره اللي راح نوجهوها للسلطات اللي عندها في دار القرار. كاين 86 فرع النقابة، 600 حتى 700 ممثل عمال. Thank you.